اسمعوا رسالة لوجهة المغربية ديال الجزائر. السلام عليكم اخوتي، عندي واحد الميساج ديال ديمير بن طروا. اخوتي احبابي، ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يعطيكم الخير ان شاء الله. اللي بغيت نقول لكم خوتي، 2022 بزاف ديال لي كلاش ما بين المغاربه والجزائريين والمعيور، واحد كيعير واحد، الاخر كيعير مو، الاخر كيعير با، عشوه. اللي بغيت نقول لكم انا خوتي، وسمحوا لي نقدروا نبدلوا الصفحه ونبداو واحد الصفحه جديده ما بين المغاربه والجزائريين، وكل واحد يعاون خوه المسلم. باسكو 2022 دينا الايتم، شحال من وحدين كيعايروا المغاربه وشحال من وحدين كيعايروا الجزائريين، دينا الايتم، ما ربحنا والو. شنو ربحنا؟ هاي 2022 راحت، بح راحت، دابا حنا داخلين في 2023، نقدروا نتعاونوا بيناتنا ما بين الشعب الجزائري الشقيق اللي كنحبو من قلبي كمغربي، نقدروا نتعاونوا بيناتنا، نقدروا نحيدوا دوك الفيديوهات على لانجيري وعلى المغرب. حشومه وعيب، كاين اللي داير التصويره ديال الرئيس في الطواليت، كاين اللي داير ديال الملك كيعفس عليها، حشومه وعيب. ان بو دو ريسبي، نبدلوا الصفحه جديده، نتعاونوا بيناتنا، كل واحد يعاون خو المسلم، كل واحد يدير لي زابوني، كل واحد يدير لي في لي كوغ، ونتعاونو بيناتنا نقدرو نمشيو لقدام. ولا بقينا بحال 2022 غادي نديو الايتم والصداع والمشاكل، والله العظيم وربي شاهد عليا، كل واحد دار الفتنة والله العظيم الى ربي غادي يعاقبو عذاب شديد، والله العلي العظيم ما يزعق منها. اللي بغيت نقول لكم اخوتي، انا عرب ومسلمين، واخا خوك المسلم يغلط تقدر تهضر معاه وتصيفط له ميساج جونتي ولا تعيط له، باسكو غادي نموت وغادي نموت، تجي واحد الوقيته كلشي غادي يموت، يبقى والو، فهمتوني؟ سي بوغ سا انا كنقول لكم بارك علينا من الفتنه، وان شاء الله في 2023 دخل علينا بالخير والصحه، واللي مريض ربي يشافيه، واللي صحيح ربي يعاونه. ونقول لكم اخوتي، خصنا نكونوا خوا، فيف المغرب، اي فيف لالجيري، اي فيف لا تونيزي، اي بون اني ا تو الموند، ربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يعطيكم الخير ان شاء الله. الميساج ديالكم وصل.